I wrote this like very many years ago. Yeah, it's called Illibitschufu. Basically about stories I heard about the hoods in Palestine, so I thought I'd write some shit. That's really. إذا بتفكر إنه حاطك درجة تالتة خد ثواني من وقتك وامشي قدامي تتشوف في اللي بيوت في المدارس خرباني خليكي بتفتشوا في زباني مافيا بالمجال ملياني زعران عطشانين للشراب الشيطان والله مرة تتعاطى مع مين مكان بيستعملوا بابو قطوك مثل قص الصدام والله مرة شوف الطفل سبع سنين حامل لعبة بيد وبارود بيد اليمين كل يوم شهيد بيف الله وتشتم
متشدد متردد مش متردد مردد رسالة واحد متمسك عمود الضبط الحرية يضرب 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 عندي كلماتي الفاني فاقد من الياباني نادي قبل قاسي عندي كلماتي الفاني فاقد من الياباني Yeah.